تواصل مملكة البحرين دعمها لكافة المساعي الهادفة إلى ضمان الأمن البحري وتعزيز استقرار المنطقة. وفي هذا الإطار تطلع قوة دفاع البحرين بدور مهم في حماية حركة الملاحة البحرية الدولية بما يعزز مسار التجارة العالمية، وذلك ضمن الجهود الدولية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والحليفة، حيث يأتي تسلم قوة دفاع البحرين لقيادة قوة الواجب المشترك CTF 152 تجديدا لهذا الدور. حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة العضو يوسف الغتم، عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس. مرحبا بك أستاذ يوسف في نشرة الثالثة. بداية، هل توضح لنا أهمية الدور الذي تطلع به قوة دفاع البحرين طبعا بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والحليفة في حماية حركة الملاحة البحرية الدولية؟ شكرا على الاستضافة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المساء الأخوة المشاهدين. وبعد يحق لنا أن نفخر بقوة دفاع البحرين، هذا الصرح الشامخ القائم على القواعد الراسخة التي قوامها حماية الوطن والحفاظ على استقلاله وصيانة مكتسباته ورعاية تقدمه وازدهاره مهما بلغت التضحيات. البحرين على مدى العقود الماضية قدرتها العسكرية العالية في التعامل مع مختلف التحديات والظروف، ها هي اليوم بفضل من الله عز وجل ورعاية من لدن سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى لقوة دفاع البحرين حفظه الله ورعاه، ومتابعة وتوجيه من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء، تثبت بما وصلت إليه من خبرة وتميز في القدرات من خلال المشاركات الفعالة مع الأشقاء والشركاء الدوليين لترسيخ التعاون والتضامن والأمن واستقرار المنطقة وحماية الملاحة الدولية بكل اقتدار وكفاءة وعزم صادق، لتؤكد دورها الهام وموقعها الحساس في حماية المنطقة ومرغبتها. كما أن متابعة معالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وقيادات وضباط أفراد قوة الدفاع البحرين تؤكد المكانة الكبيرة التي وصلت إليها قوة الدفاع البحرين وروحهم العالية واستعدادهم الدائم للدفاع عن الوطن وتفانيهم في أداء عملهم بكل إخلاص لتلبية الواجب في مختلف الظروف. نعم، إذن نتكلم عن ما هي دلالات قيادة قوة الدفاع البحرين لقوة الواجب المشترك CTF 152. الدلالة اللي هي التميز طبعا والخبرة في المنطقة واللي اكتسبوها يعني أفراد وضباط قوة دفاع البحرين، وطبعا يعني قيادتهم بكل اقتدار وتميز طبعا أعطاهم دور كبير في قيادة هذه العمليات. نعم، سعادة العضو يوسف الغتم عضو مجلس الشورى ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالمجلس، شكرا جزيلا لك.